بسم الله، عايزين نشوف نتعامل ازاي مع النصوص في قلب برنامج الداينامو. الاول هروح للايبراري كور انبوت سترينج وهبدا اكتب اي حاجه، وليكن مثلا بيم ربيع ماجازين. تمام، ده كده النص اللي احنا عايزين نكتبه. تمام، طيب هروح هنا برضو من كور هلاقي عندي سترينج. تعال نشوف ايه الحاجات المهمة اللي احنا ممكن نشتغل عليها، وليكن مثلا شينج كيس. تمام، هقول له خد النص دوت. تمام، عايز اقول له انا هشتغل عايز ابر ولا عايزه ما يبقاش ابر، يبقى لور. هقول له عندي هنا من الانبوت تلاقي عندي بولين ترو ولا فولس. تمام، وهقول له هنا واتش على اساس ان انا اشوف النتيجه اللي هتطلع بالشكل ده. تمام، انا قلت له فولس فالحاجه كلها بقت لور، بقت خطوط بسيطه. هقول له ترو هتبقى الحاجه كلها زي ما انت شايف هتبقى ابر. تمام، طيب ممكن اكون انا عايز ابدل حاجه، فهاجي هنا من string هقول له ريبليس. تمام، طيب هقول له خد النص دوت، ابحث عن حاجه معينه وبدلها بحاجه تانية. طيب عشان اقول له ابحث عن حاجه معينه يبقى انا لازم اروح هنا string، وليكن مثلا انا عايز ابحث عن اي حته فاضيه اقعد فيها وبدلها بخط دوت. تمام، فاقول له سيرش فور ريبليس ويز. طيب عايز اشوفها واتش، ظهر معايا بالشكل دوت، خد الخط النقط اللي خد الخط دوت وبدا يحطه في الفراغات. تمام، طيب لو انا عايز اقسم النصوص ديت اجي هنا واقول له سبليت. تمام، واخد النص دوت. طيب هيقسمه بايه؟ وليكن مثلا قسمه بالفراغ، اقول له قسمه لي بالفراغ. اجي اشوف القيمه الاقي ان هو خد البيم لوحده والارابيه لوحده والمجازين لوحده، كل فراغ بيعتبره هو ده الفاصل بتاعي. تمام، طيب هلاقي عندي حاجه هنا اللينس، ده بسيط جدا، مجرد ان انا اربطه هيقول لي اللينس بتاعي قد ايه، 19 حرف. تمام،